ومن أعجب العجب تهديد الليوث بالرتوت والسباع بالطباع والكمات بالكراع. خيولنا مصرية وسهامنا يمانية وسيوفنا مطرية، أكتافها شديدة المطارب ووصفها في المشارق والمغارب. فرساننا ليوث إذا ركبت، وأفراسنا لواحق إذا طلبت. سيوفنا قواطع إذا ضربت، وليوثنا سواحق إذا نزلت. جلودنا وصدورنا دروعنا، لا يصدع قلوبنا شديد، وجمعنا لا يراع بتهديد. بقوة العزيز الحميد، إن عصيناكم فتلك طاعة، وإن قتلناكم فنعم البضاعة، وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة. قلتم قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالقضاء لا يهونه كثرة الغنم، وكثرة الحطب يكفيه قليل اللهب. أفيكون من الموت فرارنا وعلى الكل قرارنا؟ ألا ساء ما يحكمون.